خليني اقول لكم خبر، وده اول اخبار بريمو النهارده. محمد النني في الحجر الصحي بتركيا، ما تتخضوش، ده اجراء وقائي بتعمله كل انديه تركيا في الوقت الحالي بخصوص ما يحدث حول العالم، وده موجود دلوقتي. مش يعني النادي بتاع النني هو اللي بيعمل كده، دخل كل اللاعبين الحجر الصحي في تركيا، وده وضع طبيعي اتفق عليه كل الانديه التركيه في هذا الموضوع.